نظام التابلت سنة مع سنة بيتطور، ودلوقتي طبعا بقى أحسن بكتير ومريح، وفي فرص كتير. مثلا لو دلوقتي لو التابلت ما سلمتش الامتحان ولا حاجة بقى يقول لك طلع الكود وكده، فحسنوا لنا الدنيا والله، وبقى أحسن، مبقاش في منظومة تقع ونص الامتحان ولا حاجة، وناس يعني يخرجوا جايبين درجات ومش بتاعتهم، ودي حاجة أحسن بكتير الحمد لله. والامتحان كان جاي على المستوى يعني لا سهل قوي ولا صعب قوي، كان يعني جاي عدل يعني، كان جاي حلو قوي ما شاء الله يعني، وإن شاء الله يفضل كل الامتحانات كده. كان سهل ولا صعب؟ وإيه التريك مثلا اللي وقفت معاك في الامتحان؟ هو كان حلو، بس هي كان في واحدة بس النصوص اللي كانت في الآخر ده أنا ما عرفتش أقراها أصلا، ولا عرفت أقراها ولا عرفت أفهمها، هي دي بس اللي أنا غشيتها. غير كده كان في المتوسط يعني، النحو كان حلو، النصوص دي بس اللي انا ما عرفتش اعملها، بس الادب كان حلو بصراحه يعني، هو النصوص بس هي اللي وقفت معايا. بالنسبه مثلا لبقيه الاسئله الثانيه، لا كانت حاجه معينه مثلا صعبه ولا كان كله سهل؟ لا كانت في المتوسط، لا كان كله حلو، كان كله حلو بس اللي مذاكر يعني، هو كان فيها تركات بس بسيطه يعني، انت لو مذاكر وفاهم لا هتحلها عادي، مش هتبقى صعبه بالنسبه لك، مش هتقف معاك كتير. بالنسبه لنظام التابلت هل سهل معاك ولا لا؟ لا كان بالنسبه لي عادي، ما كانش فيه مشكله يعني، كان عادي يعني، هو زي الورق عادي. العالمين الامتحان النهارده الحمد لله كان كويس، بس في كان تركات في النص الاخير، بس ربنا استرها يعني والحمد لله، والامتحان عدى على خير. لا الحمد لله كنا في النحو، السؤال الثامن في النحو، اختلاف كبير بس الحمد لله حليته صح. كان مثلا الكتاب هل كان فيه اي مشكله؟ لا ما كانش بيعلق معايا خالص في اللجنه، فتح على طول وما علقش ولا مره. الامتحان كان اسئلته متوسطه فيها تريكات، ده قعد يعلق يعني، قعد خرج مني من المنظومه مرتين ونزلت تحت عشان اعمله. هو الامتحان عموما كله سهل، بس المشكله في التاب في المنظومه بس، كله حلو يعني الحمد لله. ما عنديش اي مشاكل في التاب خالص، ولا كان بيعلق ولا اي حاجه، بس هو كان اصعب حاجه واجهتنا النصوص اللي هي اخر كتاب والقطع اللي هي بتاعت الكره اللي قبلها، اخر كتابين كانوا صعبين. هو السؤال سؤالين بس المتوسطين والباقي حلو يعني. لا كان حلو، كره ونصوص سهله وكله سهل، كل حاجه سهله الحمد لله. في